واحدة بتقول كثيرا ما صليت بأن الله يفرح قلبي بشخص عريس يعني يكون ابنا لله وخادم في بيته ويكون بيتنا عبارة عن كنيسة صغيرة لكن دون جدل. فشعرت باليأس. ليه يا بنتي؟ ما انت ممكن بمحبتك ليه تعلميه الخدمة وتعلميه بيت ربنا وتساعديه ان بيتكم كنيسة. انت لازم تاخديه على الجاهز، خديه وجهزيه لنفسك.